في البداية أشكر فخامة الرئيس ميلوش زيمان على كلماته الطيبة، وأنا سعيد جدا بتواجدي هنا في جمهورية التشيك في أول زيارة رسمية لهذا البلد الجميل، وأشكر فخامة الرئيس على الدعوة. طبعا تأسست العلاقات بين البلدين قبل حوالي 32 سنة، وتحدثت أيضا مع فخامة الرئيس بأن العلاقات متميزة بين البلدين، ولكن التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين البلدين ليس بالطموح الذي تحدثنا فيه مع فخامة الرئيس، وأيضا عن تطلعاتنا بأن تكون الاستثمارات والتبادل التجاري أكبر. وقعنا على اتفاقيات اليوم، ناقشنا الملف الاقتصادي وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، تحدثنا أيضا على في مجالات عدة، سواء كانت مجالات الصحة ومجال الطاقة، وسوف يتم متابعة هذه الأمور خاصة خلال اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين. شهدنا طبعا في الشهر الماضي افتتاح سفارة جمهورية التشيك في قطر، وأنا سعيد أيضا بأن أعلن بأن سفارة دولة قطر في التشيك سوف يتم افتتاحها في أقرب وقت ممكن خلال الأشهر القادمة. تحدثنا أيضا على السياسة الخارجية وأيضا على الأمور الإقليمية والأوضاع الدولية. طبعا موقف قطر واضح، الداعي دائما إلى الحوار والدبلوماسية كوسيلة وحيدة لحل جميع الخلافات، مثل ما ذكرنا في السابق بأن في نهاية المطاف حل أي خلاف سوف يكون من خلال الحوار والجلوس على طاولة مفاوضات. فأنا سعيد جدا أيضا مرة أخرى فخامة الرئيس، ونتطلع إلى زيارة فخامتكم إلى قطر. قطر مقبلة على حدث مهم في الشهر المقبل، وهي بطولة كأس العالم، ونحن نرحب بجميع الجماهير من كل أنحاء العالم. رغم أن المنتخب التشيك لم يتأهل، ولكن هناك تقريبا 700 طلب من التشيك، ونتوقع أن يكون هناك زيادة قبل كأس العالم من الأصدقاء من التشيك، فمرحبا بهم في قطر. شكرا فخامة الرئيس.